سمعت ولا ما سمعت عن اللي حلف على زوجته بالطلاق بالثلاث اذا الهلال ما فاز على العين؟ اذا انك ما سمعت، اسمع 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 اسمع، يا ساتر يا ساتر، والله العظيم يا ساتر. فكرت كثير شو بقول مقدمة لهذه الحلقة، كيف بتكلم، كيف بعبر، كيف بفكر، ما طرى على شيء، ما طرى ولا شيء على بالي، ما اعرف شو اقول. يعني هل معقولة في بعض الناس تفكيرهم لهذه المرحلة؟ طيب اذا سألوا الزوجة والله ليش اتطلقتي، شو بتقول، شو بتجاوب؟ والله ابد، متروفيتش ما لعب اساسي في المباراة. لا والله طلقني عشان سالم ما سجل هدف. كيف الوضع؟ كيف؟ يا ساتر يا ساتر يا رجل، كيف إذا زوجتك قاعدة تشوف المقطع هذا؟ لا، ويقول مو بس زوجتي وعيالي يروحون عند خوالهم. يا ساتر يا ساتر، خل نسمع. بسم الله العظيم. طيب زوجتي طالق بالثلاث. طيب يا ابو خالد خليني خليني اعرض انا بس. زوجتي طالق بالثلاث، يروحون مع امهم اذا ما فاز الهلال في الرياض، ايش رايكم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوي لا يا أخوي لا تسوي كذا. خوالهم إذا ما فاز الهلال في الرياض، إيش رايكم؟ لا لا إن شاء الله بيفوز بيفوز بيفوز. راحت عند لا يا عالمي، أنت الآن قاب قوسين إما أنت. يعني فعلا الواحد والله العظيم حتى كتعليق ما اعرف شو اعلق، فعلا استغفر الله، فعلا لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا صادقين اللي ما يقولون له الكلام. يعني هل هذا مجرد انك تثبت للناس انك تحب الهلال مثل اخينا اللي سمى ولده النصر؟ ما له علاقه يا حبيبي، حب الهلال لين ما تنقع، حب الهلال لين ما تنفجر يا اخي. ايش دخلها لبيتك؟ ايش دخلها لبيتك؟ يا ساتر يا رجل يا ساتر. انت عزيزي المشاهد، هل ممكن توصل لهالمرحلة في يوم من الايام لحبك اي شيء مش مجرد كرة قدم ام لا؟ ما ادري ايش اقول الصراحة، بس انا اكتفي بعرض المقطع واترك التعليق لكم. هل لو كنت مكانه تسوي هذا الشيء او ما تسوي هذا الشيء؟ والان وبعد خسارة الهلال من العين شو الوضع، طلق ولا ما طلق؟ فيدونا افادكم الله، لا تنسوني من اللايك والفولو.